بسم الله الرحمن الرحيم. جراحات تجميل الأذن، دكتور محمد أحمد الروبي، استشاري جراحات التجميل بجامعة عين شمس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتناسق الأذن مع باقي ملامح الوجه، وعند حدوث أي عدم تناسق بينها وبين هذه الملامح تصبح الأذن من المسببات لعدم تناسق جميع ملامح الوجه، لذا فهي تحتاج إلى عمليات تجميلية لإصلاحها. ومن المعروف أن الأذن تبرز عن الرأس بمقدار 15 إلى 20 درجة، وتبرز لأعلى بمقدار 8 درجات، وتفصلها زاوية ما بين الفك والأذن 37 درجة. كما أن الأذن قد نقسمها إلى جزئين، الجزء من الشحمة إلى منتصف الأذن، والجزء من منتصف الأذن إلى أعلى الصوان، وهذان القسمان هما متساويان، وأي فرق بين هذا التناسب يؤدي إلى اختلال في شكل الأذن. والمنطقة التي بها الصوان تمثل 10% من طول الأذن، الجزء الذي به الشحمة الأذن يمثل 23%، بينما الجزء الذي من فوق فتحة الأذن إلى أعلى الصوان يمثل 33%، والباقي يمثله منتصف الأذن أو منطقة الكونكا وتمثل 43% من ارتفاع الأذن. ومن المعروف أن صوان الأذن أو غضروف الأذن الخارجي به عدة التواءات، وأي انفراد في هذه الغضاريف أو الالتواءات يؤدي إلى بروز الأذن عن مستوى الرأس، وبالتالي إلى الشكل الغير المتناسق للأذن. وما على العملية الجراحية إلا أن تعيد هذه الالتواءات وإزالة الجلد الزائد للحصول على الشكل المتناسق للأذن مع باقي ملامح الوجه. ويمكن إجراء هذه العملية في أي مرحلة عمرية منذ الولادة وحتى الهرم، وتستغرق العملية حوالي الساعة والنصف إلى الساعتين، وتتم تحت تغذية موضعي، ولا توجد موانع لإجراء مثل هذه العمليات سواء كانت طبية أو غير طبية. يتم عمل شق في منطقة خلف الأذن، ثم إعادة لتشكيل الغضاريف الأذنية بعدة غرز من الخيط الذي لا يذوب الباقي مدى الحياة، ثم بعد ذلك يتم إزالة جزء من الجلد الزائد، ويتم غلق الجرح بعد ذلك. بعد هذا يربط المريض منطقة الرأس لمدة 5 أيام حتى تلتئم جميع الجروح، ومن بعدها يتم فك هذا الرباط ليمارس المريض حياته الطبيعية. النتائج تكون فورية، أي بمجرد فك الرباط تصبح الشكل الأذن هو الشكل السائد والذي يستمر مع المريض مدى الحياة، على أنه يتم أخذ الحيطة في خلال 3 أشهر الأولى بعدم شد أو جذب الأذن أو فركها أو النوم عليها بطريقة عكسية. وهذه بعض الصور لحالات سابقة. Thank you.
ولمزيد من المعلومات والاستفسارات يمكنك الاتصال بنا في مركز الروبي لجراحات التجميل. جراحات تجميل الأذن، دكتور محمد أحمد الروبي، استشاري جراحة.